السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم انا موقع جديد مميز درب العملات الرقميه وبالتحديد عمله البيتكوين. على الموقع بدفع على المحفظه البسيطه فرصه بي بحد ادنى للسحب 10 ساتوشي بيتكوين فقط لا غير، ممكن توصلهم اخي الكريم خلال 5 دقائق. طبعا اعمل على هذا الموقع وهذا شيء جدا كويس، ممكن توصل للحد الادنى بشكل سريع وتسحبهم على محفظتك. موقع جديد، موقع مميز، راح نشرحه خلال هذا الفيديو وان شاء الله كمان نقدم اسباق سحب. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا هيك مباشر انا ما بستخدم اي روابط متصله على اللينك، بهذاك المدونه الخاصه فيه، المدونه الخاصه فيه في لينك مباشر، ضغطتين اخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحه، انت بتروح على ريجستر ناو او التسجيل هاي اللي هون وبتضغط عليها. طبعا اصدقائي الموقع بيقول لك حط اسم مستخدم باللغه الانجليزيه، حط ايميل صحيح، يفضل يكون جيميل، والموقع راح يبعث لك رساله تاكيد على هذا الايميل. كمان بيقول لك بعدها حط عنوان محفظتك البيتكوين حصريا من الفوست بي، بتنتقل للفوست بي، بتروح على كلمه ديبوزايت بتجيب عنوان محفظتك البيتكوين، او اذا انت ضايفها بلينكد ادريس ما في اي مشكله بتجيب العنوان بتحطه هون بهي الخانه، بتحط باسورد، بتعيد الباسورد، بتحل الكاباتشا، بتروح كلمه سبميت، بيكون صار عندك حساب. مثل ما قلنا الموقع راح يبعث لك رساله تاكيد على البريد اللي انت سجلت فيه، على الاغلب بتجي بالبريد الوارد، بتضغط على اللينك الموجود فيها، بتدفع لحسابك وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. طبعا اصدقائي رسالة التأكيد مشابهة لهذا النموذج، هذا هو طبعا الموقع وهي هي الرسالة اللي ارسل لي اياها، بس انت بتروح على اللينك الموجود هون بتضغط عليه بتأكد الحساب عشان تسهل عليك العملية، واجت الرسالة مثل ما قلنا بالبريد الوارد. نأكد حسابنا بعدين بنسجل دخول على الموقع بشكل طبيعي من كلمة لوجن، بنحط اسم المستخدم والباسورد ومسجل دخول. طبعا اصدقائي هاي واجهة الموقع من الداخل، نحن بنجمع ساتوشيات البيتكوين، بيبين معنا الرصيد هون وبنسحبهم على المحفظة الوسيطة فوشيت بي او العنوان اللي اضفناه داخل فوشيت بي ببداية التسجيل. انا منين بدي بلش اجمع هاي الساتوشيات؟ في عندي هون مجموعة من الطرق، شايفين اصدقائي كلمة earn more، اول طريقة هي الصنبور او الفوشيت، بضغط عليها. طبعا اصدقائي الصنبور بيعطيني من 1 لـ4 ساتوشي كل ساعة، وهذا شيء كثير كويس. روح على كلمة claim reward، طبعا هاي القيم ممكن يغيرها حسب ارتفاع سعر البيتكوين، حسب انخفاض سعر البيتكوين، فما انا ساكتي. تمام، بنحل الكباتشا هون اصدقائي، بنروح على كلمه كليم ريورد، طبعا راح يعطيني هلا ساتوشيات معينه لنشوف قديش اعطانا. اعطانا 2 ساتوشي، فيني طالب بعد 60 دقيقه مثل ما كانوا ملاحظين، وضيفهم داخل رصيدي بهذا الموقع. الطرق الثانيه للربح داخل هذا الموقع، بنرجع ارن مور، في عندنا شورت لينك او الروابط المختصره بضغط عليها. طبعا اصدقائي موجود مجموعة من الروابط المختصرة لا بأس فيها، منها ب2 ساتوشي بيتكوين، منها ب2، منها ب1، طبعا منها بيحق لك تكون فيها مرتين ثلاثة، منها مرة واحدة. تمام، شوفون اخي الكريم هاي الروابط المختصرة، انت سابقا لازم يكون صار عندك فكرة عن الروابط السهلة تتجاوزها وتكسب قيمها، والروابط الصعبة تبعد عنها. مثلا هذا بنجد جدا سهل ب2 ساتوشي بيتكوين، تمام، بيحق لي يكون فيه مرة واحدة. هون بروح على اسم الشركة، تمام، بضغط عليها، بيطلع لي بعدها هون كليك هير تو كونتينيو، بضغط عليها. بعدها كباتشا اصدقائي، بحل الكباتشا، بسكر هاي النوافذ المنبسطة. وبروح على كليك هير مرة ثانية، وبسكر هاي النافذة المنبسطة. عدادة رقمية 5 ثواني، تمام، بس انتهي هاي العدادة، بنزل على كلمة بليز ويت، بتغير قيمتها، أو بصير اسمها جيت لينك. تمام، بضغط عليها ضغطة واحدة وبنتظر تأكيد الموقع. طبعا هيك ما يأكد الموقع، شايف أصدقائي هلا بيرجعني على موقع المشروع اللي عم نشرحه، وبنكسب، شايف أصدقائي كسبنا هيك قيمة هذا الرابط المختصر اللي هو 2 ساتوشي من عملة البيتكوين. بتابع بقية الروابط أو اللي عندي فكرة سابقة عنها بتجاوزوه بكسب قيم. وفي عندنا كمان أصدقائي في عندنا العروض، إذا رحنا على ايرمور أو حتى من الأوفر وول سيرفرز هون، طبعا بضغط عليهم نفس الشيء، اثنيناتهم بياخذوا على نفس المحل. عندنا عروض الوانداز وانداز سيرفري، طبعا مو شغالين عندي للاسف، مو شغالين بسوريا، لكن ممكن يكون شغالين ببلدك. اهم شيء السي بي اكس ريسيرش، اهم استطلاعات رأيي على كوكب الارض، اذا كانت متاحه عندك راح تكسب من كل استطلاع، او عفوا استطلاع بين الربع دولار لنصف دولار، وهذا شيء كثير كويس. قوم فيهم اكسب قيمهم، طبعا هو بيحاسبك على اساس الكوين، تمام، بيحاسبك الكوين عفوا، بيحول لك مثلا كل 10 بوينت لواحد ساتوشي بيتكوين، بصير عندك 100 بوينت، بتروح على الاوفر فيو هون داخل الموقع وبتعمل لهم تحويل. شايف اصدقائي في عندك هون كلمه اسمها اكسشينج بوينت، بينضافوا عندك العروض
بالبوينت هون او بالنقاط هون، بعدين انت بتعملهم اكسشينج بتحولهم لرصيدك بيتكوين داخل هذا الموقع وبتسحبهم من كلمه ويزدرو. طيب هلا كيف بدنا نسحب من الموقع؟ مثل ما قلنا نحن ضايفين المحفظه بالبدايه بشكل عادي بالفوست باي، صار معنا ال 10 ساتوشي طبعا وهون كمان 15، بروح على كلمه ويزدرو بضغط عليها بختار الفوست باي طبعا في حال كان شيء ثاني موجود، هي الوسيله الوحيده المتاحه، بحط باسورد داخل الموقع والكميه طبعا بتكون منضافه، بروح على كلمه سبميت او تاكيد وبنتظر تحميل الصفحه. طبعا اصدقائي كاتب الموقع يور بيمنت هاز بين سينت، يعني كان الدفع فوري بهي اللحظه ليس ذان ا مينت اجو، لكن اصدقائي يعني كان الدفع فوري بانتقال المحفظه الوسيطه بوست باي. طبعا بعض الاحيان ممكن الدفع ياخذ عده ساعات او يكون بعد موافقه الادمن، لكن يعني لحظه ما نسجل فيها الفيديو كان الدفع فوري. برجع للبوست باي، شايفين اصدقائي هي هي بعد ما حدثنا صفحه الدفعات 15 ساتوشي بيتكوين، هذا هو الموقع اسمه فاتوس كاش نورمال بيمنت يوم 31 ديسمبر 2021. طبعا اليوم اخر نهار بال 2021، ممكن بكره صباحا نكون رافعين الفيديو على القناه. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم اصدقائي بالخير واليمن والبركات، وان شاء الله 2022 تكون سنه خير علينا وعليكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.